مستوى عال من الرضا المجتمعي أبداه المواطنون بالمكلا تجاه الحالة الأمنية في المدينة، وآخر متوسط تجاه الملف الخدمي. هذا ما كانت قد توصلت إليه دراسة مسحية أجراها مركز دار المعارف للبحوث والإحصاء بمحافظة حضرموت لتحديد نسبة رضا سكان المدينة عن أداء السلطات المحلية بعد مرور أكثر من عام على تحريرها من سيطرة مسلح القاعدة. رضا المواطن على الأمن بشكل عام نسبة عالية 85-17%، لكن فيها تفاصيل أعلاها الرضا عن تخفيض حالات الاغتيالات وأقلها جرائم مكافحة المخدرات لأقل نسبة الرضا من جوانب أمنية. من جانب الخدماتي نسبة الرضا حوالي 53.7%، نعتبرها بالظروف الاستثنائية التي يعيشها البلاد مقبول. الدراسة الميدانية التي تواصلت على امتداد الشهرين الماضيين استهدفت في جمع بياناتها المئات من المواطنين من مختلف الفئات العمرية مستخدمة أحدث أساليب تحليل المعلومات. دراسة مسحية على منهجية علمية، وأخذنا عينة من كافة الفئات العمرية واحتسبت العينة بمعادلة إحصائية، ثم بدأنا في إدخال البيانات وتحليلها باستخدام برنامج الـ SPSS. وتكمن أهمية الدراسة وهي الأولى من نوعها في إعطاء مؤشرات لصناع القرار عن آراء السكان تجاه الجهود المبذولة وتحديد أماكن الخلل في بعض الإجراءات من وجهة نظر المواطنين كما يقول معديها. حضرموت تعاني من مشكلة أمنية مع التنظيمات الإرهابية وخاصة من القاعدة وغيره، ولهذا ركزنا في الدراسة على جانب الأمن ومدى نظرة المجتمع إلى التحسن في الجانب الأمني. كيف يرى المجتمع هذا التحسن؟ وما هي الجوانب التي تحتاج إلى تعزيز وتثبيت في الجوانب الأمنية فيها؟ السلطات المحلية بالمحافظة وعلى لسان وكيلها أبدت استعدادها التعامل مع نتائج الدراسة، مشيرة إلى أنها ستعمل خلال الأيام القادمة لعقد ورشة عمل موسعة لمناقشة هذه النتائج. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.